وفي مثل هذا اليوم من سنة 44 و100 للهجرة الموافقة للعام 61 و700 ميلادية، وقف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفات في مكة المكرمة. وذكر حجاج إفريقيا خبر مقتل الزعيم الإباضي الأعلى من السمح المعافري المعروف بأبي الخطاب، زعيم الخوارج الإباضية في إفريقيا. كان شجاعاً بطلاً، استولى أول مرة على مدينة طرابلس الغرب سنة 140 للهجرة، وحكم تونس مع بدء سنة 141 هجرية. وجه إليه الخليفة أبو جعفر المنصور العباسي جيشاً قوامه 50,000 مقاتل بقيادة أمير مصر محمد بن الأشعث، ففاجأه ابن الأشعث في سرت على حين غرة فقتله ومن بقي معه من أصحابه، وكانوا نحو 12,000، وأرسل رأسه إلى بغداد. وعلم الحجاج بوفاة العالم النسابة يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي. له شعر وله رواية قليلة للحديث، وابن أخي الأمير عبد الله بن الزبير، وأمه عمة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان. دخل الشام وافداً على الخليفة عبد الملك، وسأله أن يرد على آل الزبير ما حجز من أموالهم، فذكر عبد الملك ما كان من عمه عبد الله بن الزبير، وتناوله بكلمات استفزت يحيى، ففاخر يحيى بأن عبد الله بن الزبير عمه، وأن مروان بن الحكم خاله، وقال: أما إن عبد الله كان لا يسمعنا فيكم شيئاً نكرهه. فاستحيا عبد الملك وقال: لن تسمع مني شيئاً تكرهه، وأمر برد ما حجز من ماله. فلما تولى المدينة إبراهيم بن هشام المخزومي ضيق على آل الزبير، وتداول الناس أبياتاً نظمها يحيى يعرض فيها بإبراهيم بن هشام، فضربه إبراهيم حتى مات. وذكر حجاج الأندلس خبر ثورة هشام بن عذر الفهري. ثار بطليطلة على الأمير عبد الرحمن الداخل الأموي، فاتبعه أهلها، فسار إليه عبد الرحمن وحاصره حصارا شديدا، ونصب عليه المجانيق فلم تجد نفعة بسبب حصانة المدينة، فقتل عبد الرحمن. أفلح ابن هشام ورمى رأسه في المنجنيق ورحل إلى قرطبة، ولم يظفر بهشام في هذه السنة. وفي مثل هذا اليوم صادف بدايات سنة 49 و400 هجرية الموافقة لسنة 57 و1000 ميلادية. خريطة العالم الإسلامي. ابتدأت هذه السنة والخليفة في بغداد هو القائم بن القادر العباسي، وكانت خريطة العالم الإسلامي تضم العديد من الدول. في المغرب العربي دولة المرابطين وعليها أبو بكر بن عمر اللمتوني، دولة بني حماد وعليها بلكين بن محمد آل زيري الصنهاجي، وكانت الخلافة الفاطمية في مصر والشام وعليها المستنصر معد بن الظاهر الفاطمي. في المشرق كانت الدولة الغزنوية في الهند وعليها ظهير الدولة إبراهيم بن مسعود الغزنوي، دولة السلاجق العظام وعليها ركن الدين طغرلبك السلجوقي، دولة سلاجقة العراق وعليها السلطان برسق السلجوقي، دولة سلاجقة كرمان وعليها عماد الدين قاورد السلجوقي، إمارة بني مزيد في الحلة بالجزيرة الفراتية وعليها نور الدولة دبيس الأول آل مزيد، دولة بني عقيل في الموصل وعليها مهارش بن المجلي العقيلي، دولة بني مرداس في حلب وعليها معز الدولة ثمال بن صالح المرداسي الكلابي، وكانت قلعة الحصن تحت سيطرته. إمبراطورية الروم البيزنطية. بعد مرحلة القادة العسكريين تولى حكم بيزنطة الإمبراطور باسيليوس الثاني، وقد ابتدأ عهده بمواجهة تمرد كبير اضطر للاستعانة بالروس مقابل تزويج الأمير الروسي فلاديمير بأخته وبشرط اعتناق الروس المسيحية، وكانت هذه نقطة فاصلة في تاريخ الدولة البيزنطية، إذ أصبح للروس كنيسة شرقية تتبع لبيزنطة، كما تم القضاء على الإمبراطورية البلغارية، وظهر نفوذهم أيضاً في الإمبراطورية الرومانية الغربية بسبب وصول الملك أوتو الألماني إلى الحكم.
أما في الشرق فقد ضم البيزنطيون أرمينيا واصطدموا مع جيش الخليفة العزيز بالله الفاطمي. بعد وفاة باسيليوس الثاني توالى على الإمبراطورية البيزنطية 9 حكام، وشهدت تلك المرحلة هدوءا في بدايتها ثم اضطرابات كثيرة وثورات وصراعات على السلطة وحربا أهلية، كما شهدت هذه المرحلة في عهد الإمبراطور قسطنطين وزوجته ما سمي بالانشقاق الكبير بين الكنيستين الشرقية والغربية، وتشكل فرع غربي كاثوليكي وفرع شرقي بيزنطي أرثوذكسي. وعلى الصعيد الخارجي عادت القوى المنوعة للإمبراطورية إلى الظهور في الغرب، فتمرد البلغار وظهرت الثورة في البلقان. وعلى الجبهة الإسلامية حدثت صدامات بحرية في بحر إيجة، وتجدد الصراع مع الدولة الفاطمية، كما قام المردسيون حكام حلب بإغارات متعددة على المدن الواقعة تحت سيطرة البيزنطيين، وكاد الإمبراطور رومانوس أن يقع أسيراً في أيديهم. ثم ظهر السلاجقة بزعامة طغرل بك السلجوقي، وبدأت قواتهم تجتاح الحدود الشرقية للدولة. في نهاية هذه الحقبة سنة 449 للهجرة ثار إسحاق كومنن، وكان حاكماً في آسيا الصغرى، وسار بجيشه من نيقيا إلى القسطنطينية فدخلها وأعلن نفسه إمبراطورة، فبركته الكنيسة، لكنه اضطر للاستقالة بعد سنتين، وباستقالته انتقل الحكم إلى أسرة دوكس، الأسرة الدوقية. وفي مثل هذا اليوم صادف نهاية 50 و700 للهجرة الموافقة لسنة 49 و300 ألف ميلادية. وفاة الأديب العالم ابن ليون التجيبي. من علماء الأندلس وأدبائها المقدمين، ولد بالمرية ونشأ بها ولم يخرج منها. له أكثر من 100 مصنف في الهندسة والفلاحة والمواعظ والحكم والأدب والشعر وغيرها من المواضيع. من شعره قوله: هون عليك الأمور تعش هنيئا قريرا، واعلم بأن الليالي تبلي جديدا خطيرا، وتستبيح عظيما ولا تجير حقيرا. وفاة الشاعر صفي الدين الحلي. ولد في الحلة بالعراق في بيت سيادة ورئاسة، ألف العديد من الكتب والمصنفات، توفي في بغداد عن عمر ناهز 72 سنة. من شعره قصيدته الشهيرة التي مطلعها: لا يمتطي المجد من لم يركب الخطر، ولا ينال العلا من قدم الحذر. وفيها يقول: وأغزر الناس عقلا من إذا نظرت عيناه أمرا غدا بالغير معتبرا، فقد يقال عثار الرجل إن عثرت، ولا يقال عثار الرأي إن عثرا.